لله دايما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقتنا في هذا الصباح مع انطلاقة شوطنا الثالث للحول مع شعارات أصحاب السمو الشيوخ يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه. نحضر مع حضور هذه الشعارات الكبيرة، ننطلق مع البداية ليتابع حضور ثقة بشعار هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا ثقة الحاضرة بهذا الحضور الممتاز. المركز الثاني أتابع الكايدة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية في عملية التدريب والتضمير، بينما المركز الثالث الحضور أيضا في هذه اللحظات والوصول من الضبي بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري في عملية التدريب والتضمير، بينما المركز الرابع الحضور من الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي، من يتابعها في عملية التدريب والتضمير، بينما المركز الخامس هنا الحضور هنا التواجد في هذه اللحظات الحضور مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات مع المركز الخامس هيبة القادمة بشعار سمو الشيخ ذيابر محمد بن زايد آل نهيان الخبير عوض بن مبارك بن سعيد المهري في عملية التضمير، وسادس المراكز سادس التحديات الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي، من يتابعها ويراقب انطلاقة الشاهينية بهذا الحضور، بينما أتابع المركز السابع الحضور التواجد من أفراح بشعر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التدريب، وثامن المراكز الشاهينية بشعر ابن العاصفة غياث الهلالي، من يتابع هذه الانطلاقة، وتاسع الأسماء القدوم من فلوة الحاضرة بشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع انطلاقة وحضور هذا الشعار، بينما القدوم من زعفرانة بشعار هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج، من يقدم لنا انطلاقة زعفرانة، هكذا النداء الأول للأسماء الأولى الحاضرة للأسماء الأولى المتواجدة من خلال هذا الانطلاق الكبير من خلال هذا الانطلاق الجميل مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في صباح هذا اليوم. نعود إلى البداية، نعود إلى من غيرت هنا وانطلقت مع أول الانطلاقات وحضرت مع أول المراكز الظبي لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التدريب والتضمير، بينما القدوم على المركز الثاني أتابع ثقة الحاضرة بشعار هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي الظافر هو الحاضر مع ثقة مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية بشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي في عملية تدريبها وتضميرها ومتابعتها، بينما المركز الرابع الحضور هنا والوصول من الكايدة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية في عملية التدريب والتضمير،
بينما المركز الخامس الحضور من الشاهينية بشعار هجن العاصفة يقدم لنا الشاهينية. هنا غياث الهلالي من يتقدم ويحضر مع حضور الشاهينية مع المركز الخامس. أما المركز السادس فأتابع هيبة هي القادمة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الخبير عوض بن مبارك بن سعيد المهيري في عملية التدريب والتضمير مع المركز. هنا السادس المركز السابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلال من يقدمها المركز. هنا أتابع مشاهدين الكرام الثامن الحضور هنا من هملولة بشعار هجن الرياسة يقدم لنا هملولة بهذا الحضور. هنا أيضا الظافر علي بن جميل الوهيبي من حضر الوهيبي من تواجد الوهيبي من يقدم لنا هملولة بهذا الحضور. أيضا القادمة والحاضرة فلوة بشعار هجن الرئاسة هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري من يتواجد ويحضر مع الشعار الأحمر الخطير الأحمر الكبير الله يا زعفرانة. أيضا بدأت وانضمت بشعار هجن الرئاسة هنا صالح بن سعيد بالعرج من يتابعها من يراقب زعفرانه وحضور زعفرانه. ايضا الخوارة لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي. هكذا النداء الثاني ينقضي لهذه الاسماء ينقضي مع هذه الشعارات. نعود والعود احمد نعود الى من سيطرت الى من انطلقت مع البداية مع الصدارة. هناك الحاضر شعار العاصفة مشاهدينا متابعين الكرام مع الشاهينية بقيادة وحضور غياث الهلالي من يتابع الانطلاق. ولكن التغيير من المركز الثاني إلى أول المراكز الكايدة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابع الكايدة ويحضر مع حضور وتواجد الكايدة الكبير والمميز. هنا مع ثاني المراكز تخطف مقدمة الشوط المركز الثالث الحضور من الظبي بشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع الظبي ويحضر مع الظبي. بينما القادمة مع المركز الرابع أتابع هملولة بشعار هجن الرئاسة يقدم لنا هملولة الظافر علي بن جميل الوهيبي. بينما المركز الخامس الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلال من يتابع هذا التحرك وهذا التواجد. هنا أتابع هيبه القادمة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري الخبير يتواجد مع هيبة مع هذا الشعار العيناوي الكبير. بينما الحضور مشاهدينا متابعينا الكرام هنا حضرت فلوة بشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هو القادم المجازف. أيضا القادم الشاهينية بشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي بهذا الحضور بهذا التقديم بهذا التواجد. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى أول المراكز إلى الشاهينية الكيلومتر الأخير الكيلو الأخير يا أخوان. والشاهينية بشعار هجن
العاصفة تحضر بهذا الحضور الممتاز بهذا الحضور الكبير. غياث الهلالي يقدم لنا الشاهينية، والشاهينية مع أول المراكز ومع ثاني المراكز المركز الثالث، أتابع القادمة أتابع حملولة بشعار هجن الرياسة يقدمها الظافر علي بن جميل الوهيبي، واحضرت أحضرت الكايدة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يتواجد في هذه اللحظات. ولكن العاصفة العاصفة وهجنها العاصفة وهجنها مع أول المراكز ومع المركز الثاني بقيادة غياث الهلالي. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا أتابع حملولة بشعار هجن الرياسة وأتابع الكايدة بشعار هجن الشحانية، ولكن سلام سلام لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار الكبير بقيادة غياث الهلالي من حضر وتواجد بهذا الأداء المميز للمرة الثانية على التوالي. تهانينا والف مبروك المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن، العاصفة المركز الثالث هملولة بشعار هجن الرياسة، ورابعا الكايدة بشعار هجن الشحاني محمد بن خالد العطية، وخامسا كان الحضور من الضبي بشعار هجن الرياسة محمد عتيق بزيتون المهري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الشاهينية واختطافها ناموس هذا الشوط. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام في لحظات الإعادة هنا لننتظر التوقيت الزمني ولحظة وصول الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي. 12 دقيقة 14 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني أيضا الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي، توقيتها وحضورها هنا 12 دقيقة 17 ثانية وجزئين من الثانية. المركز الثالث هملولة بشعار هجن الرئاسة، الظافر علي بن جميل الوهيبي قدمها 12 دقيقة 17 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.